اليوم سنتكلم عن مشكلة الإعلانات المزعجة في المتصفحات، وكيف ستقوم العملات الرقمية بحل هذا المشكل، وكيف تربح 5 دولارات من عملة Basic Attention Token عن كل شخص يقوم بتحميل المتصفح من خلالك. نتكلم هنا عن متصفح يبحث ليجعل الإعلانات أكثر احتراما لخصوصيتك وبياناتك عن طريق العملات الرقمية، وبالإضافة إلى ذلك يدفع للزوار من أجل استعماله. المتصفح يسمى بريف، وهو متصفح مثله مثل كروم، سفاري وفايرفوكس. تأسس سنة 2015 من طرف شخص معروف جدا في عالم الإنترنت، لأنه هو المنشئ للغة البرمجة جافا سكريبت، لغة مستعملة وحاضرة بقوة والمنتقدة بقوة أيضا لأنه أنشأها فقط في 10 أيام. يسمى بريندن إيتش المدير التقني لمؤسسة موزيلا ما بين سنة 2005 و2014. شركة بريف أطلقت مشروعها ICO في سنة 2017 الذي وصل رأس مالها الإجمالي إلى 35 مليون دولار في 30 ثانية فقط، لأنه منشئ لغة البرمجة جافا سكريبت، والذي كان يدير مؤسسة موزيلا التي أنشأت متصفح فايرفوكس الذي بدوره معروف وله مكانة كبيرة بين المتصفحات في العالم. الناس تثق بشدة في مثل هذا النوع من الأشخاص. العملة تسمى Basic Attention Token التي تستعمل داخل متصفح بريف. الآن 0.25 دولار لكل واحد بماركت كاب يتجاوز 200 مليون دولار و 1.5 مليار وحدة كحد أقصى لعدد العملة. عملة Basic Attention Token مبرمجة داخل شبكة الإيثريوم، وكما العادة يمكنك تفقدها على موقع إيثرسكان من ناحية العقود وكل المعلومات الأخرى بشكل روتيني. متصفح بريف المفتوح المصدر الذي يعالج المشكل المطروح في الصفحة البيضاء الخاصة بالعملة التي كانت أول كلمة فيها هي كسر الإعلانات. وفي يومنا هذا أكثر من 600 مليون جهاز يقوم بتشغيل برامج وتطبيقات لمنع ظهور الإعلانات، مما جعل ظهور أزمة بين المستهلكين والمعلنين. الإعلانات تضخم البيانات التي يقوم المتصفح بتحميلها، بالإضافة إلى المتتبعات التي تجمع المعلومات عنك دون علمك، مما يؤدي إلى استهلاك 20% من بطارية الهاتف عند تصفحك للمواقع، وخسارة نسبة من رصيدك من الانترنت بسبب الإعلانات. وهذا هو المشكل، أن المستعمل لا يملك أي تحكم وهو ضحية للإعلانات بشكل كامل. والحل الوحيد هو استعمال برامج منع الإعلانات، وبهذا نكون قد فهمنا المشكل الذي يعالجه المتصفح بريف والمطروح في الصفحة البيضاء الخاصة بعملة Basic Attention Token. وأصبح الهدف واضحا لهذه الشركة في محاربة التلوث الإلكتروني الذي تلعب فيه الإعلانات دورا مهما. المتصفح بريف أدمج فيه منع الإعلانات، ولكن النقطة المهمة هي أنه ليس ضد الإعلانات، ويقوم بمنع الروبوتات المتعقبة التي تبحث في خصوصية استعمالنا لشبكة الإنترنت وجمع بياناتنا وربما بيعها لطرف ثالث دون موافقتنا. الإعلانات يمكن التحكم فيها في الظهور أم لا بواسطة المستعمل، وحتى إن ظهرت لا تظهر مزعجة منها، لكن تظهر الأقل إزعاجا والأصغر حجما في التحميل، وجميع البيانات تبقى مخزنة داخل المتصفح دون قدرتها على الذهاب لأي طرف ثالث لا نعرفه. كما قلت سابقا، يمكنك منع جميع الإعلانات من الظهور حسب اختيار. المهم، أنا عجبتني الفكرة وأصبحت أستعمل متصفح بريف لأنه يمنع الإعلانات ويكبح الروبوتات الجامعة لبيانات المستخدمين، لذلك فهو أسرع من المتصفحات الأخرى. يمكنك تحميله على جميع الأنظمة تقريبا ويشتغل بشكل جيد حتى على الهواتف. سأترك لكم رابط إحالتي في الوصف تحت الفيديو لتقوموا بتجريبه أيضا، وسأقوم بشرح لكم كيف يمكنك ربح 5 دولارات من عملة Basic Attention Token في كل شخص يقوم بتحميل المتصفح عن طريق رابطك، وكيف تحصل على رابط إحالتك الخاص. وللتذكير، فإن المتصفح قد حمله أكثر من 2 مليون مستخدم عبر العالم، وأيضا الشركة خصصت مبلغ 1 مليون دولار لهذا البرنامج الإشعاري، والتطبيق الآن في متجر جوجل في المرتبة 6 من أكثر التطبيقات تحميلا في هذا الأسبوع. المهم، بعد دخولك للرابط أسفل الفيديو ستقوم بتحميل المتصفح Download Brave، وسيظهر على الشكل التالي في الحاسوب. تقوم بتثبيت البرنامج بشكل بسيط وروتيني، بعد ذلك مثله مثل متصفح كروم أو فايرفوكس، وتقوم بفتح المتصفح والدخول إلى موقع brave.com. هنا سنذهب إلى Publishers. عند الدخول إلى الزر Publishers يجب أن تقوم بإنشاء حساب جيميل لتقوم بإنشاء قناة على اليوتيوب. ليس من الضروري أن يكون لديك متابعين، فقط من أجل تفعيل هذا الحساب سنقوم بالضغط على Become a Verified Publisher، نضغط على Get Started،
أدخل هنا عنوان البريد الإلكتروني الخاص بنا على الجيميل الذي داخله سننشئ قناة اليوتيوب. الأمر سهل جدا. Get started. سوف يرسلنا عنوان لتفعيل هذا البريد. نذهب إلى الجيميل، ندخل إلى البريد المرسل من طرف شركة بريف أو موقع بريف، نضغط على Login to Brave Payments. يكون الموقع على الشكل التالي. هنا سنحتاج إلى هذا الحساب. هذا الموقع سيمنحنا محفظة خاصة بعملة البازيك اتنشن توكن. سنقوم بإنشاء محفظة في هذا الموقع. التسجيل روتيني جدا، تقوم بإدخال المعلومات الخاصة بك. نقوم بإدخال بريدنا الإلكتروني هنا، ونقوم بإدخال كلمة السر، وهنا ندخل الدولة. مثلا أنا في المغرب موروكو، ونقوم بالضغط هنا. الآن لقد قام بإنشاء محفظة هنا تشيك بالانس. المهم هذا الموقع فقط لإنشاء محفظة خاصة بعملة البازيك اتنشن توكنز. تدخل اسمك هنا على سبيل المثال كريبتو جوكر، اليوزر نيم الخاص بك، هنا المدينة الخاصة بك، هنا تاريخ الازدياد، ثم الضغط على الزر نكست. نذهب إلى بريدنا على الجيميل ونقوم بتفعيل الحساب. هنا تدخل رقم هاتفك، وهنا نقوم بتحميل البرنامج لتفعيل الأكواد الحسابات. المهم تقوم بتحميل هذا البرنامج إذا كنت مستعملا لأندرويد أو لجهاز الآيفون. أنا سأقوم بتحميل الويندوز بنظام 32 بايت. تفعيل الحساب الذي سيمنحنا محفظة بازيك اتنشن توكن. بعد انتهاء تحميل البرنامج نقوم بتثبيته على الحاسوب. هذه العملية ستحتاجها ربما مرة واحدة فقط، وستحتاج في كل مرة تود الدخول الى هذا الحساب، يعني من اجل الامن فقط. البرنامج سيطلب منك ادخال رقم هاتفك. سنقوم بادخال رقم هاتفنا هنا على سبيل المثال على المغرب، ثم نضغط next. سنضغط على SMS، ثم يأتينا الكود عبر الهاتف، قوم بإدخاله هنا، قوم بالضغط على الموقع الذي نريد، ثم سنقوم بكتابة هذا الرقم هنا. ثم يقوم بتفعيل معك الحساب. نضغط على الزر continue. هذا مجرد اعلان. وهنا نقوم باضافة بطاقة عملة جديدة نسميها على سبيل المثال بازيك اتنشن توكن. فنختار العملة هنا create، ونكون قد حصلنا على المحفظة. نجد ان هنا المحفظة موجودة، وتقوم بالضغط على generate address، وهي محفظتك. هنا ستستقبل تلك $5 التي ستربح عن كل شخص يقوم بتحميل المتصفح. هذا فقط كله لتفعيل الحساب الذي سنتلقى فيه الدفعات. نرجع الى الموقع الاصلي. بعد ان قمنا بتفعيل الحساب الذي سنستقبل فيه الارباح، سنذهب الى اضافة قناة، يعني بعد ان تقوم بانشاء القناة او ان كان عندك موقع. هو اسهل طريقة هي قناة على اليوتيوب، لان سهل ان تقوم بانشاء قناة على اليوتيوب. نقوم بالضغط على يوتيوب شانل، سيذهب بنا اوتوماتيكيا الى الجيميل. نقوم باختيار القناة التي سنربطها، على سبيل المثال قناة كريبتو جوكر، سنقوم بربطها بهذا الحساب. تمت الإضافة بنجاح، وهذا كله من أجل أن يعطينا هذا الرابط. هنا ريفيرال لينك، تقوم بنسخه. يمكنك مشاركة هذا الرابط مع الأصدقاء والعائلة، يعني في كل شخص يقوم بتحميل هذا المتصفح، ولكن بشرط أن يستعمله لمدة 30 يوم. هنا يعطيك العدد عدد التحميلات التي أتت من رابطك، وهنا كونفيرمد فقط الناس الذين قاموا باستخدام المتصفح بشكل يومي لمدة 30 يوم. هذا هو يعني الصعب في الأمر، لكن المتصفح جميل وأنا أعجبني، وربما أشخاص عديد سيقوموا باستعماله، لأن العالم الآن يقوم بتحميل هذا المتصفح. بالزيادة إلى عن ذلك، فإن قنوات كبيرة على اليوتيوب أجنبية قامت بشرح هذا الموضوع، ويقومون بنشر روابطهم الخاصة على قنوات في اليوتيوب وعلى صفحاتهم على الفيسبوك، يعني الأمر مهم بالنسبة لهم. لذلك قمت بشرح هذا الفيديو. أتمنى أن تكون قد أعجبتك الفكرة، وأنا لست يعني مركزا كل التركيز على الربح من هذا الموضوع، لكن أردت أن أشرح وأشارك معكم هذا الموضوع فقط، والكمال لله.